صباح الخير حبايبي، شلونكم ماما؟ ماماتي طلاب صف الثاني اي، مثل ما انا معلمتكم كل درس من انتو تنتبهون وياي وتحفظون الدرس وياي. بنهاية كل درس احكي لكم قصة حلوة بها عبرة، بها يعني مبادئ، بها معاني نتعلم منها شيء حلو، تمام ماما؟ فاحنا صار لنا اسبوع نراجع مادة الحاسوب، وانتو ما شاء الله عليكم كنتوا كل الزينين منتبهين وياي تحفظون. فاليوم مكافأة لكم، راح افرشكم قصة كرتونية كلش حلوة، بس انطيكم مختصر عنها على مود من تتفرجوها تفتهموها بسع. قصتنا اليوم اسمها السمكة المميزة. السمكة المميزة تتكلم القصة عن ان كل شخص الله سبحانه وتعالى انطاه شيء مميز به، يتميز به عن باقي الاشخاص، تمام؟ فاني لما اجي انظر لنفسي انظر للاشياء الجميلة المميزة اللي رب العالمين انطاني اياها، تمام؟ ما اقارن نفسي بغيري، متفقين؟ زين، خل اتكلم لكم مختصر القصة وراح تشوفوها ونفتهم بعدين منها عبرة كلش حلوة وتفيدنا. القصة هي انه اكو ثلاث سمكات، سمكة الوردية، سمكة الذهبية، سمكة البنية. كل وحدة منهم لها ميزة خاصة بها الله سبحانه وتعالى انطاها. في يوم من الايام كانوا دا يلعبون سوا، ففجأة في قاع البحر شافوا في الشيء يلمع في قاع البحر، فصار عندهم فضول ان يروحون يشوفون شنو هذا الشيء اللامع. لما نزلوا الى قاع البحر اكتشفوا انه هذا الشيء هي مرآة، يعني مراية. فمن فرحتهم بقوا ينظرون الى انفسهم في المرآة. طبعا جت السمكة الوردية نظرت، قالت انا جميلة، انا سمكة مميزة، لوني وردي. بعدها تقدمت السمكة الذهبية تنظر لنفسها بالمرآة، ايضا قالت انا سمكة مميزة، لوني ذهبي لامع. اخر شيء تقدمت السمكة البنية، حست نفسها مو حلوة ومميزة مثل صديقاتها، فحزنت وانقهرت وظلت تندب حظها، قالت اني ما حلوة، يعني اني سمكة قبيحة. لكن صديقاتها السمكات بقوا يشجعوه وقالوا لها لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى انطاك لون بني كلش جميل. اثناء ما قاعد يتكلمون فجأة ظهر لهم سمك القرش. تعرفون يعني شو سمك القرش؟ سمكة تمام، سمكة مفترسة كبيرة. فحاولوا يهربون بس ما قدروا. فجأة السمكة البنية من الخوف نفخت، صار شكلها مخيف. فسمكة القرش من شافتها خافت وهربت. فبعدين من ارتاحت رجعت إلى حجمها الحقيقي. فصديقات قالوا له باعي رب العالمين شو منطيش ميزة؟ منطيش ميزة انه انت تقدرين تبعدين عنك الخطر اذا اجاج، اذا معناه احنا كل واحد بينا عنده ميزة تميزة عن الاخر. ما باع على غيري واقول باع غيري احلى مني، غيري الله سبحانه وتعالى انطاه شيء مطاني، لا انا ايضا كل انسان الله انطاه شيء مميز بي. زين، هسا المختصر افتهمتوا؟ فاريدكم تتفرجون القصة على مود تفتهموه وشوفوه أكثر. يلا ماما وياي، يلا. كان يا مكان، كان هناك ثلاثة سمكات صغيرات، سمكة لونها ذهبي، وسمكة لونها وردي، وسمكة لونها بني. كنا معا يلعبن في البحر، وفي أثناء لعبهن وجدن شيء لامع في قاع البحر. نظرن إليها وقالت إحدهن انظروا هناك شيء لامع في القاع، تعالنا نرى ما هو هذا الشيء. وعندما اقتربنا منها اكتشفنا أنها مرآة قديمة مكسورة. فرحت السمكات بهذه المرآة ونظرنا فيها وقالت إحدهن انظروا إلي، أنا سمكة مميزة، لوني وردي وزعانفي طويلة وجميلة.
وأنا أيضا سمكة مميزة باللون الذهبي اللامع الجميل. وعندما نظرت السمكة البنية لنفسها في المرآة حزنت وقالت: أنا لست سمكة مميزة، لون بني وزعانف صغيرة ولست لماعة. لا تقولي هذا، كلنا لدينا ما يميزنا، وأنت أيضا لديك ما يميزك، ولكنك لم تكتشفيه بعد وسوف تكتشفينه يوما ما. أنت بالنسبة لنا سمكة مميزة، فأنت صديقتنا ونحن نحبك. فرحت السمكة البنية بكلام صديقتها واحتضنتهم، وأثناء ذلك ظهر في المرآة انعكاس لسمكة قرش كبيرة تقترب منهن. كانت سمكة القرش جائعة وتريد أكلهن. خافت السمكات الثلاث كثيرا ولم يستطعن الهرب. اقتربت سمكة القرش منهن أكثر فأكثر، وفجأة انتفخت السمكة البنية من خوفها وتحولت وأصبح حجمها كبيرا وبه أشواك. فزعت سمكة القرش وخافت وهربت بعيدا عنهن. نظرت السمكات لصديقتهن بذهول وتعجب من شكلها الجديد. هدأت السمكة البنية ورجعت لشكلها الطبيعي وقالت لصديقاتها: أنا آسفة، لم أقصد إخافتكن، ولكن يحدث لي هذا عندما أخاف أو أتوتر. لا تتأسفي، أنت أنقذت حياتنا وأنت مميزة حقا. ألم أقل لك إنك سمكة مميزة وإنك سوف تكتشفين ذلك؟ فرحت السمكة البنية لأنها مميزة وأنقذت نفسها وصديقتها من سمكة القرش، وأصبحت فخورة بنفسها. ولعبنا الثلاث سمكات معا في البحر بكل سعادة ومرح.